نعم امسي خير اشتاح. قول يلا يا رفع سماك ارتفاعي، مدك ولا مد اليدين البخيلة، أنا لي ضاقت علي المساعي، أشكي على راعي العطايا الجزيلة، وأنا لي جاني من الرب داعي، يا عنك ما روحي عليهم ثقيلة، أقلط بجنب الضيف وأقصر ذراعي، وأشرح على رعى الذراع الطويلة اللي يلف بها الصحن ما يراعي، شق الصحن ما يقنع عن قبيله، عسى تلف مطلقة الافاعي، لا صار لا ينقر ولا فيه حيله، تحسني هرجات رفيق صناعي، وده يشب النار بين القبيلة، يقول أنا الشبعان وانت وجياعي، والهزل ما تصعب عليها الهزيلة، وبعض السوالف لبسوها شراعي، مقعدها في بيت أهلها جميلة، الناس في نعمة ومن وقناعي، حتى الفقير اللي قليل عصيلة، بسائر أصحابي وعيش اجتماعي، وضاق منا مجلس ما نجيله، نضرب تهاتها الدرب الوساعي، والبعد عما لا يبنى فضيله. سؤال قصيدة أطول من ذلك لكن ما نطول عليك ونقلكم نقول صح لسان بالعيال.